فإن حقوق الخلق شأنها عظيم. لو تأملنا في حديث واحد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لكان ذلك زاجرا لنا عن التساهل في حقوق الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون ما المفلس؟ فقال الصحابة رضوان الله عليهم: المفلس منا يا رسول الله، أو فينا يا رسول الله، من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. الله أكبر، ما أعظم هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه ويقول: أتدرون ما المفلس؟ أتعرفون ما المفلس؟ فأجابوا بما يعرفون، بمقاييس أهل الدنيا التي يعرفونها. قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع، ليس عنده شيء. وهم ينتظرون ماذا سيقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سألهم هذا السؤال ليجيبوا فقط بهذا الجواب، بل ليعلمهم شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي، ليس المفلس من الكفار، المفلس من أمتي، أي من أمة إجابة محمد صلى الله عليه وسلم. من يأتي يوم القيامة فيأتي بصلاة، أي بصلوات مقبولات، وصيام، أي بصيام مقبول، وزكاة، أي بزكاة مقبولة لها حسنات كثيرة، ولكن ماذا؟ يأتي وقد ضيع الحقوق، فيأتي وقد شتم هذا، سب هذا، وقذف هذا، فقذف هذا في دينه، فقال فلان كافر وهو لا يستحق الكفر، أو قال فلان مبتدع وهو لا يستحق هذا الوصف، أو قذفه في عرضه فقال إنه زان، أو قال إنه يعمل عمل قوم لوط أو نحو ذلك، وضرب هذا فآذاه بيده، وسفك دم هذا فقتله، وأكل مال هذا، فهو ضيع الحقوق واعتدى على الناس. فما هو الجزاء؟ لا بد من الجزاء، ولكن الجزاء بالحسنات والسيئات، فينظر في حسناته التي جاء بها من صلاة وصيام وزكاة وغيرها من الأعمال الصالحة، فيؤخذ من حسناته ويعطى لهذا الخصم، ويؤخذ من حسناته ويعطى لهذا الخصم، ويؤخذ من حسناته ويعطى لهذا الخصم، حتى إذا فنيت حسناته ولم يقضي ما عليه بل بقي لبقية الناس حقوق أخذ من سيئاته، من سيئاتهم، سيئات هذا الخصم، سيئات هذا الخصم، سيئات هذا الخصم، فطرحت على هذا المسكين الذي ظلم نفسه، ثم يطرح في النار بسبب هذا.